السلام عليكم. ويانا الأروع والأفضل، ويانا قمة الجمال، والسعر أخو البلاش، وبتوصيل مجاني وبهدايا مجانية. أحدث موديل إصدار 21 هو اللي اسمه X20، اجى بديزاين كلش حلوة، وبظهر كلاس جام، وبجهاز أصلي شركة 100%، واجى باللون الروعة الذهبي واللون الأروع الزيتوني اللامع، وبشكل يشبه الآيفون 11 برو ماكس من حيث الديزاين، لكن الجهاز شركة أصلي، اسم الموديل X20. طبعا هدايا جهاز نوكيا ويا هدية، ولاصق ضد الكسر، وحافظة إضافة إلى الشاحن والكيبل والسماعة الأصليات. كل هاي الهدايا مع الجهاز بسعر 89,000 وبتوصيل مجاني، أرخص سعر والعرض لفترة محدودة. مواصفاته قلنا شاشته 5.5، وضوح HD، وضوح عالي، دقة عالية. الجهاز طبعا بصمة وجه، بطارية 3800، شاشته 5 إنج، هاي الشاشة مالته 5 إنج، إضافة إلى كاميرا روعة اللي هي 8 ميجا بكسل، وضوح كلش عالي من حيث الكاميرا والأمامية 5 ميجا بكسل. طبعا بمشاهدات الفيديو طبعا وضوح أيضا عالي للجهاز. هاي مشاهدات الفيديو قدامكم، شوفت لكم الكاميرا، وهذا تقدر تستمتع بمشاهدات الفيديو، البرامج، المسلسلات، اليوتيوب بدقة عالية للموبايل. طبعا بنفس الوقت مو بس الكاميرا والديزاين ومواصفاته، طبعا يشغل البوبجي لايت، هواي يسألون على هذا السؤال، إضافة يشغل كل مواقع التواصل الاجتماعي، تليجرام، الماسنجر، الانستغرام، فيسبوك، الفايبر، كل مواقع التواصل الاجتماعي ينصبها. سعر أخو البلاش، الجهاز يجيك مسلفين كامل مع الهدايا مع الجهاز النوكيا مثل ما تشوفون. كل هاي الهدايا ما تحتاج تشتري أي شيء ويا الجهاز، والجهاز النوكيا وبهذا الجمال وبسعر 89,000. وأنبه على شغلة هواي يسأل زبان عليها، إنه الجهاز تقدر تخليه سيم كارت واحد أو اثنين، يعني دبل سيم كارت وبهيج كاميرا وبهيج تصوير وبهيج مواصفات، وبنوكيا وبهدايا وبسعر 89,000. إن شاء الله يعجبكم الجهاز. طبعا الجهاز بيه ضمان سنة سوفتوير، يجي وصل الضمان وياه، هاي ديزاينه تستلمه كامل، سيليفون كامل. إن شاء الله يعجبكم الجهاز وينال رضاكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.